بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في الفيديو ده، هكلمكم عن الستاتيك هيد الخاص بالسيرفس ليفل بامب. احنا شوفنا في فيديو قبل كده السبميرسبل بامب. طبعا هنا السيرفس ليفل بامب احنا بنستخدمها كتير جدا. انا لو عايز اعمل سكشن او سحب للمية من ريفر، من نهر او من ليك، من بحيرة، من اي حاجة، المهم ان انا احط مضخة سيرفيس سطحية، احط مضخة سطحية، يبقى انا هنا هشتغل على السيرفيس ليفل بامب. فهنا السيرفيس بامب او السيرفيس ليفل بامب مضخة افقية، تمام. انا هسحب مية من المصدر بتاعي، فعايز اعرف الاستاتيك هيد عبارة عن ايه. لو احنا شوفنا هنا يا شباب، ادي وش المية، ادي وش المية. هنا في حالة السيرفيس ليفل باخد من وش المية لحد اعلى نقطة، ده بسميه الاستاتيك هيد. طيب من وش المية لحد اعلى نقطة ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الجزء الخاص بالسكشن ليفت، تمام، اللي هو من وش المية لحد مستوى مين المضخة نفسها كده، عندي اخر مستوى المضخة، الاعلى ليفل لمستوى المضخة او السنتر بتاع المضخة، ده بنسميه السكشن ليفت. يبقى ادي عندي المضخة، باخد السكشن ليفت بضيف عليه من المنتصف بتاع المضخة او من اخر المضخة من فوق، بختار او بضيف عليه الارتفاع اللي هو بنسميه ليفت فروم السيرفيس ليفل، ده مستوى سطح السيرفيس، او نقدر نقول المضخة دي موجودة على مستوى السطح او الجراوند ليفل، اعتبر الجزئية دي اللي محطوط عليها المضخة هي الجراوند ليفل او السيرفيس ليفل. فانت هتاخد السكشن من اول الجراوند ليفل لحد تحت لحد وش المية، يعني بتاخد الجزئية اللي ما فيهاش مية دي، ادي البايب ماشية فيها الحتة دي، تمام، لحد هنا. بعد كده بتاخد من السيرفيس، من الجراوند مثلا او من السيرفيس ليفل، لحد ما توصل لاعلى نقطة في التانك، ادي التانك اهو، وفي عندي الووتر بايب، دي اللي احنا بنسميها الليفت فروم السيرفيس ليفل، المسافة من اعلى نقطة عند التانك الى مستوى سطح الارض او مستوى سطح تثبيت المضخة بمعنى اصح. يبقى انا كده عرفت الاستاتيك هيد الخاص بالسيرفيس، تمام، ليفل بامب. واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله خاصة بالمضخات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.